والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة ومصطفى ميزر. شكرا سحر ناجي، شكرا محمد عبد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. انطلقت بالقاهرة أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي كلمته والتي ألقاها نيابة عنه وزير القوى العاملة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر مستمرة في تعزيز دورها القومي وداعمة لكل قضايا الأمة العربية من أجل الاستقرار والتنمية، لافتا إلى أن التحديات الراهنة تستدعي من الأمة العربية إعطاء العمل العربي المشترك أولوية لتحقيق التكامل الاقتصادي. كما أوضح الوزير في كلمة مصر التطلع إلى خروج المؤتمر بتوصيات تعزز من مبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة وتواكب تحديات سوق العمل العربي والدولي. في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، وجه عدد من أعضاء اتحادات العمال والنقابات العربية الشكر لمصر حكومة وشعبا على دعمها الدائم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدين أن جميع قضايا العمل العربي مطروحة أمام المؤتمر لتحسن بيئة العمل العربي المشترك. نوجه التحية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى شعب مصر المضياف الكريم، أرض الكنانة، الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني، وهي حامية، إن مصر هي حامية كل القضايا الفلسطينية، وهي التي كانت حريصة دائما على وحدة الشعب الفلسطيني وعلى تحرير فلسطين. مؤتمر العمل العربي يعقد سنويا من أجل مناقشة ما يطرحه أطراف الإنتاج الثلاث، إن كان حكومات أو أصحاب عمل وعمال. هذه النقاشات تطرح من أجل موائمة معايير العمل الدولية مع معايير العمل العربية، وضع استراتيجيات. أهم النقاط التي سيتم مناقشتها في هذا المؤتمر إن شاء الله واقع العمل والعمال في الوطن العربي، والتحديات التي يواجهها سوق العمل وكيفية التغلب عليها، والتطلع للمستقبل إن شاء الله في ظل ظروف راهنة، ظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم. ونعتقد أن المؤتمر سيتخذ قرارات جريئة في هذا المجال لما فيه مصلحة العمل والعمال في الوطن العربي. نشارك بفعالية في هذا المؤتمر الذي يعقد في أرض الكنانة كعادته كل عام، والأمور التي تطرح يعني قضايا العمالة والتشغيل والعلاقات البينية والحوار الاجتماعي والعمالة المهاجرة ومسألة التعليم التقني والمهني، كل هذه القضايا، قضايا الضمان الاجتماعي والتأمينات، كل هذه الأمور في الحقيقة هي يعني الهموم التي تشغل بل معظم دولنا ونعاني منها كأطراف إنتاج عمال وأصحاب عمل وحكومات. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير سوق الغاز للربع الثاني من العام 2023 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، والذي توقع أن يظل الطلب العالمي على الغاز ثابتا على نطاق واسع في عام 2023. كما توقع التقرير زيادة المعروض العالمي للغاز الطبيعي المسال بنسبة 4% من العام الجاري، هذه الكمية من الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف التقرير أن هذه الزيادة لا تعد كافية لتعويض الانخفاض المتوقع لإمدادات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى أوروبا، بما يتسبب في تجدد توترات السوق وتقلبات الأسعار.
أعلنت وزارة الزراعة أنه تم الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول صويا بنحو 102 مليون دولار خلال الفترة من 12 حتى 18 من مايو الجاري. أضافت الوزارة أن الإفراج شمل 185 ألف طن من الذرة بنحو 66 مليون دولار ونحو 40 ألف طن من فول الصويا بقيمة 30 مليون دولار، وأيضا إضافات لإعلاف بنحو 6 ملايين دولار. وبذلك يصل إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 من أكتوبر من عام 2022 وحتى 18 من مايو الجاري إلى 5 ملايين طن بإجمالي مبلغ 2.4 مليار دولار. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط وسط حذر حيال محادثات سقف الدين الأمريكي ومخاوف إزاء تعافي الطلب في الصين، وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بما نسبته 12% لتسجل 75 دولار و49 سنتا للبرميل. كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هو الآخر بما نسبته 25% ليسجل 71 دولار و37 سنتا للبرميل. هذا وقد هبطت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 16% لتسجل 2.34 دولار للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بما نسبته 3.21% لتسجل 2.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على تباين مع استمرار قلق المستثمرين قبيل استئناف محادثات رفع سقف الدين في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما أغلق مؤشر الأسهم في الإمارات العربية المتحدة على ارتفاع، بينما انخفض المؤشر الرئيسي في السعودية لليوم الثاني على التوالي متأثرا بعدم استقرار أسعار الطاقة، وارتفع مؤشر دبي بنسبة 1.1% بعد خسائر لجلستين متتاليتين. كما زاد مؤشر أبوظبي بنسبة 0.5%، وفي المقابل هبط المؤشر السعودي 0.1%، وتصدرت أسهم الرعاية الصحية والتعدين الخسائر. كما انخفض المؤشر القطري 0.1%، وقادت الأسهم المالية والصناعية موجة الخسائر. قال هيثم الغيث الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، قال إن نقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز يمكن أن يسبب تقلبا في الأسواق على المدى الطويل ويعرض النمو للخطر. أضاف الغيث أن العالم بحاجة إلى التركيز على تقليل الانبعاثات الضارة بدلا من استبدال شكل من الطاقة بآخر، مشددا على أن هناك حاجة لضخ استثمارات كبرى في كل قطاعات الطاقة. أغلق مؤشر نيكي الياباني على ارتفاع مواصلا مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي في وقت يواصل فيه المستثمرون شراء الأسهم المحلية ذات الأسعار المنخفضة وسط تفاؤل بجهود الشركات لتعزيز عوائد المستثمرين. وعكس المؤشر مساره ليقفز بنسبة 0.9% مسجلا أعلى إغلاق له منذ يوليو، كما حقق أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ إبريل الماضي. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 66%. كان المؤشر نيكي قد سجل أعلى مستوياته في 33 عاما يوم الجمعة الماضية، مدعوما بالتحسن المستمر في عوائد المساهمين والتوقعات القوية وتراجع الين الياباني. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة، ونعود لاستكمال ما تبقى فيها من أخبار مع الزملاء محمد وسحر. شكرا لك مصطفى.